3 سنوات وأبو ليث يراجع مركز علاج السرطان في ديالى، بترت يده للتخلص من المرض إلا أن القدر أعاده من جديد لينتشر في رأتيه. يعاني هذا الرجل من ارتفاع أسعار بعض الأدوية التي يفتقدها المركز في ديالى، حيث تتجاوز 200,000 دينار للجرعة الواحدة، أي ما يعادل راتب الرعاية الذي هو مصدر رزقه الوحيد. اضطريت أن أخذها من برا، يعني هي ما موجودة بالمحافظة كلها، ما موجودة مو بس بالمركز. فاضطريت رحت لبغداد اشتريتها، بس كانت مكلفة شوي. ما يقرب من 4,000 إصابة بالسرطان في ديالى، وبنسبة ارتفعت إلى 25% عن العام السابق، حيث يرقد في هذا المركز العشرات، فيما يضطر البعض منهم للذهاب إلى العاصمة بغداد أو محافظات أخرى. يراجع بما يقارب 3900 مريض، ونسبة الزيادة العددية بمرضى الأورام المسجلين في مركز الأورام معالجة الأورام السرطانية لهذا العام تقريبا زادت 25%. علاجاتنا احنا كنا ما نلقاها، مثل الأباسين ما متوفر على طول، كنت أروح للحلة ومركز مرجان ومستشفى الأمل ببغداد، أم آخذ كل 21 يوم هاي الأباسين جرعة آخذها. وللحد من هذه المعاناة تستعد ديالى لإنجاز مشروع مستشفى السرطان الذي تجاوزت نسبة إنجازه 80%، والذي يتسع ل50 سريرا، على أمل أن يجهز من وزارة الصحة بالأجهزة والمعدات التي تتسع لمرضى المحافظة. وصلت نسبة إنجازها في محافظة ديالى إلى 80%، يعني السنة الجاية شهر 7 إحنا نستلم المستشفى. وزارة الصحة راح تتم وتجهزها للمستشفى بأحدث الأجهزة مع العلاجات، يعني بالمستقبل ما يحتاج إن مريض بعد يدخل للمستشفى وبعدين ومن ثم إذا شفنا ضخ يعني كثرة بالمرضى ينزل يعني خارج محافظة. وتبقى هذه المعاناة تسود المحافظات العراقية حتى تضع الجهات المعنية الحلول لها بتوفير أدوية كافية لجميع المرضى دون أي روتين يرفع من حجم آلامهم. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.